خلونا نستقبل أول اتصال تليفوني في حلقة النهاردة ونقول ألو. ألو. أيوة. مساء الخير. مساء النور. أتعرف بيكي؟ ريهام. ريهام. ريهام كم سنة؟ 23. مرتبطة ريهام؟ مخطوبة. مخطوبة يعني ارتباطك ده عن حب ولا ارتباط تقليدي؟ لا للأسف عن حب. للأسف عن حب. طب ليه للأسف؟ بعد ما وهمني بالحب وبحبك ولا شو استغنى عنك مش عارف ايه. اول ما خطبنا عرفت بعدها بفترة انه بيعرف بنات وبيكلمهم. بيعرف بنات ازاي؟ يعني عنده على الفيسبوك مثلا بنات ولا بيخرج مع بنات ولا ايه بالظبط؟ على الفيس وعلى الواتس بيكلموا بعض. اه. طب انت ليه صوتك حزيني قوي كده؟ بقالك سنتين يعني. بقالك سنتين عارفه من الاول ان هو بيعرف بنات وانت صابره بقالك سنتين؟ اه. ايه؟ وايه اللي مسكتك سنتين؟ في البيت يعني. عندك في البيت مش هما اللي هيتجوزوه يا حبيبتي. يا بنت الناس يا بنت الناس يا بنت الناس. انت بتحبيه وعايزاه وانت اللي مستنيه ولا هنتلكك ونقول اصل عندي في البيت قالوا لي استحملي؟ لا ضاغطين عليا وهو ضاغط عليا. يضغط عليكي زي ما يضغطوا عليكي زي ما يضغطوا. هو مش هيتجوز ابوكي وامك. ابوكي وامك واخواتك كل واحد فيهم في دنيته. اخواتك كل واحد هيكون في بيته. ابوك وامك هيفتكرهم ربنا في يوم من الايام وهتلاقي نفسك انت اللي لابسه تلبسي ليه حاجه مش على مقاسك. بيقولوا عشان بالك مرتين تتخدي وتسيبي. ان شاء الله 37 مره. بص يا بنت الناس من الاخر بقى كده عشان اريحك، يكشي عنك ما اتجوزتي اساسا ولا انكيش تعيشي متعذبه طول عمرك مع انسان خاين وانسان مش كويس ومش محترم ومش هيحترمك وبعد كده هيمد ايده ويضربك وبعد كده هيهينك. يبقى اني افضل ان انا مش هلاقي عريس تاني فاقول ده؟ يعني افرضي مثلا على سبيل المثال انك جعانه وفتحتي التلاجه ما لقيتيش فيها غير حته جبنه بيضة ولقمه عيش، بتفتحي علبه الجبنه كده لقيتيها معفنه، هتاكلي الجبنه المعفنه وتقولي اصل ما فيش غيرها ولا تقولي لا هفضل جعانه لحد تاني يوم الصبح وابقى اشوف لي حاجه نظيفه كلها؟ بص يا بنت الناس الدنيا دي زي التلاجه، يا تاكلي منها نظيف يا تعيشي طول عمرك واقفه قدام التلاجه تلطمي.